طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. حنا ساكنين في جندول جوج المجمع الحسني. حنا هاد السيدة كانت ساكنة معنا شحال هادي نورمال عادي، كانوا معها بنيتها. المهم حتى هادي شهر 7 و8 المرأة وقع فيها مشاكل، كتردخ علينا البيبان، كتسبنا، كتقولنا غندبحكم بالجناوة، عندنا كلشي مسجل، تقولنا ما عندنا الأدويات، عندنا هذاك، تقولنا غندبحكم، غندير لكم، غنفعل لكم، لقاتنا في الدروج ولا، وكتشير كتشير كتضرب علينا باش ما كان. المهم بالكيسان بكلشي، يا الزنقايا هذا. من بعد حنا مشينا دخلنا عند القايد، القايد قالنا سي ودي شكاية عند وكيل الملك، مشينا عند وكيل الملك، درنا الشكاية، من تما عاوتاني عطاها لنا، جبناها الدائرة 6، من الدائرة جبناها القايد من الدائرة 6 عاوتاني، عطينا لهم، بقى حنا نديرو الواجب ديالنا، جاو، ما بغاتش السيدة تفتح لهم، بنتها ما بغاتش، مي كنتصلو بها كتهددنا، السيدة خسرت الموضوع، قالك حنا الجيران اللي حيدنا لها، وحنا كنعيشو في معاناة، دابا 3 د الليل وجوج د الليل ما كنعسوش. ملي شبروها طلقوها، الساعة لما قالنا طلقوها، واش هما طلقوها؟ أو شي واحد مشى جابها ودار التزام، حنا ما فهمناش. السيدة شبروها قالوا لنا غادي غدا نديوها نقدموها للطبيب، هي السيدة خصها الطبيب، حنا كنديو هادشي لمصلحتها، بنتها ما بغاتش تتعاون معانا نهائيا. ملي رجعت مور داكشي اللي جبرها داك الليلة ما نعستش، داك الليلة البوطة، الزديح، البيبان، كتغوت، كتزغرات، كل مرة اش كدير لنا؟ كدير لنا مشاكل كبيرة، ودابا دايرة لنا الشعوذة في الدروج، دابا طلعوا تشوفوا دايرين الشعوذة في الدروج، وهادشي خصنا حيت ترفد علينا بأي طريقة. أنا من السكان ديال الإمارة جندول جوج، السيدة اللي ساكنة معنا عاملة لنا الرعب في الإمارة، بوليس واخا شبروها رخاوها، يعني قال لك السيدة ما خصهاش، ماشي الكوميسارية، خصها الطبيب ديال الحمق بصراحة، قال لك خصها الطبيب، الطبيب بنتها كان معيطو لها ما كتجيشي، بقات كتهدد وكتهدر وهذا في الأوديوات وصافي، يعني ما شفنا منها حتى شي حل. النهار اللي جات أول مرة جات بقات كتشعط في البيبان، طلعت بالصداع والهراج، حلت الباب، خبطت عليا هنا بعدا في الباب بزاف، ولات عاوتاني دقت على المرأة اللي قدامها بالبوطة وكلشي صداع، واحد شوي شوية كتخرج ميكا ما نعرف شنو فيها، واحد شال على كتاف ديالها، شدت الباب وما بيتاش تما هذيك الليلة اللي رخاوها البوليس. ما بيتاش حتى لغدا عاد جات، ملي جات جات بحال اللي كافرة في الإمارة. يعني تهرق الماء، تسيبت، عرفتي، والزنزل بعينه. الزنزل عملنا هنايا، راه تجا الراجل من جندل واحد جا كيهدى وكيغوت، كتسيب عليهم الكيسان، صحاح حنا هما باقيين عندهم فوق هذا ديال ديال الباتيو، عاملين ديك الشبكة، جاو فوق منو الطيسان. جا كيغوت معاها وكيقول لها نعمل لك نفعل لك، جاو البوليس لا غدا، بقى شاد عليها الباب، والله أعلم إلا ما كتخرج بالليل، ما يمكنش عاد تشد عليها، ما تخرجش المرة نهائيا. دابا عاودتو ديكلاريتو وحنا دخلنا عند القايد، دخلنا للكوميسارية، ودنا المهم عملنا جميع الإجراءات. دابا آخر ليلة شنو نتوما آخر ليلة اليوم؟ ودابا بدات، دابا السيمانة هادي كانت مهدنة، البارح مع 2:30 بدا الحرب، ناضت البوطة كتشعط مع الباب، أنا ملي كنسمع البوطة كتشعط مع الباب وكنخاف، كنخاف تمشي تشعل البوطة ولا تعمل شي حاجة ولا تسبب شي كارثة. أنا شو أنا هدتني قالت لي غندبحك، ندبحكم بثلاثة على أنا ولادي. ندبحكم بثلاثه ولا جا باك ندبحو ولا جا خاك ندبحو، انا ما ذبحتكم كاملين، والسبان والمعيور راه ما تقدرش تسمع، راه مسجلين في واحد اوديو، راه عندها 70 وكذا، فهمتي؟ واش كطلبوا تما كساكنين؟ حنا تخوي من هنايا، ما بقيناش موافقين على السكنه ديالها معانا، انا جات انفاس معايا القطره، داك الشيء كيدخل لي تنداخل، الريحه راه ما يتقبلهاش العقل، الريحه ديال القطره مجهده، مجلخ في الارض في الحيط، داكشي مرسوم ما كتعرفش بحال داكشي ديال التشعود، انا ما بقيت فاهمه والو. السيده كنطالبوا بها تجي بنتها مسؤوله عليها، بنتها راه كبيره وراشده ماشي باقا صغيره، تجي بنتها تهز علينا،